تستخدم شركة ليتون أوبراين التقنيات الأكثر تطوراً في اختبارات الخزانة والخطوط. يتكون اختبار فحص الخزان من جزئين، اختبار رطب واختبار جاف. يتضمن الاختبار الرطب تغطية أرضية الخزانات بفقاعات نيتروجينية ومراقبة تشكلاتها وتوزيعها للكشف عن التغييرات الدقيقة في الكتلة. يتم اختبار الجزء الجاف من الخزان من خلال مراقبة مستوى النيتروجين في المساحات الفارغة من الخزان. إذا كانت مستويات النيتروجين مستقرة، فهذا يعني أن المساحات الفارغة من الخزان محكمة. اختبارات فحص الخطوط لدينا مرخصة لفحص الخطوط الصلبة المرنة وكذلك المصنوعة من الصلب بسعات تصل إلى 481 جالون واختبار ما يصل إلى 90 رطلاً لكل بوصة مربعة من الضغط. يوفر الاختبار معدل تسرب عن طريق فحص رقمي يتم قياسه عن طريق حدوث أي تغيير في منسوب الاسطوانة السائلة لجهاز الاختبار. يمكننا فحص واختبار خطوطك الفارغة في 3 دقائق فقط وخطوطك الرطبة في 17.5 دقيقة. لذلك يمكن أن نكون خارج الموقع الخاص بك في جزء صغير من الوقت، وذلك مقابل فترات فحص طويلة وتعطيل الخدمة باستخدام التقنيات القديمة.